مشاهدينا الكرام، للمزيد من المعلومات معنا من أنقرة الدكتور أسامة أبو زينة، أخصائي الأمراض الصدرية. أهلا بكم دكتور أسامة. بداية، هذا الرعب العالمي بسبب الفيروس، ألا يدفع للسؤال عن أسباب التأخر بالتعامل معه حتى الآن؟ مساء الخير. مساء النور. أولا، من أهم النقاط التي يجب التحذير منها هو أن قضية الرعب بين الأشخاص لا تفيد في مثل هذه الحالات، وإنما المهم في هذا الموضوع هو نشر الوعي العام بين الناس، وأن كل شخص لديه مسؤولية كبيرة جدا للحد من انتشار هذا المرض، حيث أن هذا المرض ينتقل فقط عن طريق الأشخاص. فالدخول كما سمعت في التقرير، الدخول غير المبرر أو التهريب من قبل المواطنين دون الخضوع للفحص الطبي هو يعرضهم أولا شخصيا للخطر، يعرض أقربائهم وكل الناس المحيطين بهم في أماكن عملهم، في أماكن دراستهم، وفي ابتداء من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الجامعية، يعرض الجميع للخطر. الآن التعامل العالمي مع هذا الموضوع، هل هو كافي أو غير كافي؟ نعم، هذا أمر خاضع للنقاش، والدول في مختلفها تعاملت بدرجات متفاوتة من الحيطة والحذر. بهذه النقطة دكتور أسامة، إذا سمحت لي، هناك بعض الدول لم تكن جادة في التعامل مع هكذا فيروس، لم تكن، وكان الموضوع حقيقة من وجهة نظرها أنها مؤامرة، يعني بعض الدول دخلت في نظرية المؤامرة كإيران على سبيل المثال. السلطات في العراق على سبيل المثال أعلنت إغلاق الحدود البرية مع إيران والإبقاء على البحرية منها. ما هي المخاطر في استمرار فتح الحدود مع دولة موبوءة كإيران؟ يعني هي أكثر منها مغامرة، هي مقامرة الصراحة في مثل هذه الحالات. طبعا جميع الدول التي تعاملت باستخفاف وبغير القدر الكافي من إعطاء الأهمية لهذا الموضوع تعرضت لكبير من الضرر، وأصبحت مناطق موبوءة تسبب انتشار المرض في جميع أنحاء العالم. الآن ينحصر المرض في الصين، لكن الآن إيران وإيطاليا وهما الدولتان اللتان تعاملتا فعلا باستخفاف مع هذا المرض، هما من المناطق الموبوءة التي تقوم بنشر المرض في جميع أنحاء العالم في كثير من الحالات. دول تعاملت بجدية أكبر مع هذا الموضوع في كثير من الأمثلة. بعضها لم يصب بأي من الحالات كما في حالة تركيا، وبعضها قدرت أن تحد بشكل كبير من انتشار الأمراض في كثير من الأمثلة من دول العالم. الصراحة في حالة مرض جديد ليس له أي مصل وليس له أي علاج، الوسيلة الوحيدة للحد من انتشار المرض والتعامل مع هذا المرض هو إيقاف انتشاره بين البشر، وهذا يستدعي إجراءات الحجر الصحي المشدد على كميات كبيرة من البشر. تبدأ بإغلاق الحدود مع الدول الموبوءة. هذه من أبجديات التعامل مع مثل هذه الحالات. طيب، هذه قضية مهمة جدا وتستوجب اهتمام كبير من المسؤولين على أعلى مستوى، وأيضا اهتمام وتحمل المسؤولية من الأفراد فيما بينهم. دكتور أسامة، إذا سمحت لي، يعني دعني أستثمر الوقت معك بالشكل الأمثل. الدول المتقدمة، الدول ذات الأنظمة الصحية المتطورة جدا، متخوفة من تفشي الفيروس، وهو بالفعل وصل إلى بلدان متقدمة وأسقط ضحايا. كيف إذن بدول ضعيفة؟ مثلا نتكلم عن الدول العربية، العراق بشكل خاص، كيف يمكن لهذه الدول أن تتعامل مع هكذا فيروس غير مكتشف العلاج بعد، في ظل وجود نظام صحي مهترئ، نظام صحي غير متطور إذا صح وصفه؟ نعم، هو ما كنت أتحدث عنه هو هذا المهم في هذه الفترة. طبعا قوة النظام الصحي وقدرة النظام الصحي في هذه الدول والمستشفيات على استيعاب أعداد كبيرة من المصابين ومن المشتبه في حالاتهم من الأمور الكثيرة أو المهمة في التعامل مع مثل هذا المرض. لكن هناك من الأمور التي تستطيع جميع الدول القيام بها، وهي خصوصا إجراءات الحجر الصحي وإجراءات
التقليل من انتشار المرض بين المصابين. كما قلنا اولا اغلاق الحدود جميعها طبعا، لا معنى من اغلاق الحدود البريه فقط، في حين ان الحدود الجويه او الحدود البحريه هي مفتوحه مع المناطق الموبوءه. هناك نوع من الحجر الصحي في داخل ايران بين المدن المختلفه، فما بالك بفتح الحدود الدوليه مع النقاط الموبوءه هذه، وهذا سيزيد من العبء على هذه الدول بعد ذلك، لأن عدد المشتبهين بهم سيكون لا حصر له، خاصة من القادمين من المناطق الموبوءة. وهذه من الأمور المهمة. بعض الدول أيضا لديها نظام صحي ضعيف كما في بلادنا في فلسطين، لكنهم منذ بداية الأحداث اتخذوا إجراءات صارمة جدا جدا، وقاموا بإعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدارس والجامعات والحد من التنقل بين المدن. هذه إجراءات تستطيع أي حكومة في أي دولة اتخاذها، وهذه من أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد وتقليل من انتشار في سؤالي الأخير لك دكتور أسامة، ألمانيا أعلنت الفيروس وباء عالميا، في حين منظمة الصحة العالمية لم تعلن الفيروس أنه وباء عالمي، لماذا تأخرت أو لماذا لا تريد أن تعلن أنه وباء عالمي؟ هل هو بالفعل وباء أم أنه حالة استثنائية أو حالة خاصة طارئة قد تنتهي في أي لحظة؟ يعني هي القضية أمور تتعلق بالتعريف أكثر منها بالواقع. نعم، بالنسبة لنا كمختصين يمكن اعتبار هذا الموضوع وباء عالميا، وكثير من الدول ألمانيا وغير ألمانيا أصلا تعاملت مع الموضوع بسقف أعلى جدا من السقف الذي حددته منظمة الصحة العالمية، ورأينا آثاره في كثير من هذه الدول. كما ذكرت أنا يعني بسبب تواجدي، لا أعمل دعاية لتركيا، لكن بسبب تواجدي في تركيا فإن تركيا كانت متقدمة على الأقل بخطوتين أو ثلاث على ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. هو إعلانه كوباء عالمي أو غير ذلك هو أمور تتعلق كما قلت بالتعريف أو بالمصطلح. ليس من الصحيح هو أن تنتظر أن تعلن منظمة الصحة العالمية كونه وباء عالميا حتى تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. لدول مثل العراق ومثل ومثل إيران ومثل إيطاليا، هذا سواء أعلن أنه وباء عالمي أو غير ذلك، هو وباء داخلي، هو وباء دولي بالنسبة لك، لأن كل جيرانك الدول المحيطة فيك كلها مصابة بهذا الفيروس. وضحت الفكرة دكتور أسامة، وهذا يسبب أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة أبو زينة، أخصائي الأمراض الصدرية، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة.